kadın. السلام عليكم في طور الإنجاز في مدينة بركان بساهم فيه يعني وزارة الفلاحة إلى جانب شركاء محليين واللي هو غادي في المسار ديالو باش تكون واحد الجزرة اللي هي في يعني المستوى المطلوب من السلامة الصحية واللي نتمناو إن شاء الله في الشهور المقبلة يكون موجود. كذلك كانت لقاءات مع يعني الكوبيراتيف واحد العدد ديال التوقيعات اللي كتهم أولا يعني كيفاش نعاونوا الشباب باش يدير الولوج ديالو للاستثمار ويدخل للميدان الفلاحي ويعني ونعاونوه باش تكون عنده انطلاقه. مشروع مهم مع السيد العامل اللي هو هادي شهور وحنا كنتكلموا عليه والحمد لله اليوم وقعت الاتفاقيه عليه اللي هو كيهم يعني الانترميداسيون ديال الوساطه يعني في الميدان ديال التشغيل وديال العمل. واحد لا كتعرفوا الموقف هنا في بركان وما منظمش وبغيناه يتنظم وبغينا نعملوا فيه استثمارات باش الناس اللي بغي تقلب على الخدمه ولا تقلب على الناس اللي يشتغلوا عندنا تلقاهم واجدين بلا باز دو دوني ديالهم وكذلك انهم يكونوا في يعني في ظروف اللي هي ملائمه فين يمكن يتسناو هذا العمل. وهذا انطلاقه ديال تقريبا بعض الكيلومترات هنا واحد 10 كيلومترات ديال لي بيست ريورال اللي داخلين في اطار البرنامج اللي عطى انطلاقه صاحب جلاله الله ينصرو اللي وقف عليه واللي هو برنامج اللي هو كبير وكيهم المنطقه باكثر من 5 مليار ديال الدرهم. فيه عدد ديال الشركاء، فيه الجهه، فيه المكتب الوطني الصالح للشباب، فيه يعني وزاره الصحه ووزاره التعليم وكذلك وزاره الفلاحه والاف دي ار اللي هذه البرامج كنحاولوا باش ندخلوا ان شاء الله اما كاين الماء اما كاين الضوء اما المدارس يعني في المناطق ديالهم اما بعض المستشفيات ولا لي زيكيبمون اللي خصهم يكونوا خصوصا في يعني في الباديه والمناطق القرى. وكذلك لو بلوز امبورتون سي هو لي بيست ريورال اللي كيفتحوا وكيقربوا المواطنين يعني من كل هو متطلب اجتماعي في الحاجيات ديالهم. واللي كنشوفوا بانه في اقليم بركان تقريبا 169 كيلومتر ديال لي بيست اللي هي مزفته ومصايبه مزيان اللي هي تقدات و 165 هذا في اطار يعني الفوارق المحاربه ديال الفوارق المجاليه والاجتماعيه. وكذلك 175 كيلومتر اللي هي استثمارات اللي عملها المكتب الجهوي ديال الاستثمار الفلاحي باش يحاول يفتح يعني هاد لي زون اللي فيهم لي بيريمتر ريغي واللي فيهم واحد العدد ديال يعني ديال الاستثمارات اللي تعملات باش الناس يقدروا يتمشاو في دي بيس اللي هما يعني غودوني ولا شبه غودوني يعني من هذا باش يقدروا يعطيو يعني تكون لهم الولوج للمنتوجات ديالهم للعمال اللي كيجيو يشتغلوا. اذا برامج تنمويه جيده اللي يعني كتعرفوا الاهميه ديال الاقليم عند صاحب جلاله واللي حنا كحكومه واقفين على التنزيل ديالو. شكرا لكم. اذا نتكلم اليوم حول الزياره التي قام بها السيد وزير الفلاحه الى اقليم بركان والى الجهه الشرقيه وخصوصا لجماعه اغبال، حيث انه اعطى انطلاقه فعليه لتدشين عده مسالك قرويه واخرى قد تم انجازها فيما قبل. يعني ما نملك في هذه النازله هي اننا ننوه بهذا العمل هذا، لان ما في الحق الناس ديال الباديه وهذا الشيء ماشي غير في اغبال، في بزاف ديال الجماعات القرويه في الاقليم. فهذه مبادره جيده جدا يعني ديال القرب والتواجد يعني التواجد مع المواطنين. وفي الحقيقه احنا اختتمنا هذا اليوم ديال اللي عرفت تدشين عده مشاريع مختلفه، ختمناه بواحد اللقاء حزبي مع السيد الوزير، الا انه مع الاسف يعني ظروف الجائحه والاجراءات الوقائيه منعتنا من اننا نستدعيو عدد كبير ديال المناظرين والناس اللي هم مهتمين. ومن هنا اوجه لهم تحيه حاره للاخوه اللي حضروا اللي ما قدروش باش يحضروا،
وأضرب لهم موعدا إن شاء الله في فرصة أخرى. في الحقيقة يعني إحنا نجسد الدور ديال الممثل السياسي للأحزاب السياسية في المحليات، وأننا نوصل جميع الانتظارات والانشغالات ديال الساكنة للإخوة المسؤولين. وفي الحقيقة يعني لا يدخرون جهدا، يعني عبد ربه يعني أوصلت عدد كبير من المعاناة والطلبات ديال الإخوة المواطنين خصوصا هنا في البادية، وتم يعني تمت معالجتها بطريقة إيجابية والحمد لله. تم إنجاز عدة مسالك ومسالك أخرى يعني في المستقبل القريب إن شاء الله. فهذا هو الدور يعني الصحيح والفعال الذي يجسده السياسي المحلي أو القيادي الوطني، حيث أننا يعني يجب أن نتوجه ونميل أكثر إلى العمل والأفعال، ونتجنب ونتجاهل كل ما هو أقوال في السياسة. أشكركم جزيلا وإلى فرصة أخرى إن شاء الله.